السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنحتاج في الشغل بتاعنا عشان يكون دقيق ان انا افتح اوبننج في الفلور، لان ممكن يكون عندي ضغط تكييف، عندي ضغط صحي، عندي فتحة مثلا منزل انا ضغط تكييف من مكان لمكان، فمحتاج ان انا افتح فتحة مثلا هنا. طيب انا هعلم على المبنى كله عشان احدد الفلور، وقائمة فلتر هقول له تشيك نون، واعلم على الفلور اوكي. خلاص كده عندي الفلور اهوت، اتعلم عليه، اقول له edit boundary، هبدأ ارسم فتحة وليكن مثلا هنا ايت، تمام، اقول له اوكي. خلاص كده بقى عندي فتحة ايت موجودة في قلب المبنى، بحيث ان انا ممكن ابدأ انزل الشغل بتاعي من الفتحة ديت. طب فرضا ان انا عندي الفتحة ديت موجودة في كل الادوار، فان انا اعملها دور دور هتبقى امر متعب. طيب ازاي ان انا اعمل حاجه زي كده؟ بلا عندي في قائمه اركتشر حاجه اسمها اوبننج، ايت هختار شفت اوبننج، تمام، وابدا اعمل الاوبننج مثلا هنا. ممكن اقول ان عايزها على شكل ستير على طول، ايت بالمثل اللي انا عايزه، واقول له ايه موت. خلاص هبدا ارسم سيكشن واشوف ايه الموضوع، هل فعلا دي في دور واحد ولا في كل الادوار. هبدا ارسم سيكشن اهوت، جو تو فيو، ادي هو السكشن، ادي هو الفلور، انا هبدأ اطلعه لفوق وانزل بيه لتحت، تمام. ارجع تاني للسكشن عشان يبقى ظاهر بس معايا، احركه هنا زي ما انت شايف، ادي الفتحة موجودة من دور لدور كده. الفتحة اللي انا فاتحها موجودة في كل الادوار اللي عندي في المبنى، يعني لو في دور تانية موجودة معايا ونزلت الفتحة ديت هتلاقيها بدأت تظهر معايا في كل الأدوار، إن في هنا فعلا شافت موجود. ودي أبسط طريقة نعمل بيها شافت. ممكن يكون عندي عمارة 150 دور، فلو فضلت أعمل الفتحات دي دور ودور هياخد من وقت جامد، إنما بالطريقة دي هيوفر معايا وقت جامد جدا. أخوكم عمرو سليم.